طبعا الكل بيتكلم دلوقتي عن التنظيم الجيد لبطولة كأس العالم في قطر، سواء بقى في التجهيزات الخاصة بالملاعب أو إدارة المباريات، وكمان في المدرجات اللي فيها آلاف المشاهدين والمشجعين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تنظيم البطولة. معانا عبر الهاتف أسماء ناجح، هي مصرية ومتطوعة في تنظيم بطولة كأس العالم. يا أسماء صباح الخير عليك. صباح النور. يا أهلا بيك. أهلا. الله ينور، عاملة شغل حلو، كل شكر ليكي طبعا ولكل الفريق اللي بيساعدك في التنظيم وكل المتطوعين اللي موجودين. لكن عايز أعرف في البداية رحلتك مع التطوع جت إزاي؟ رحلتي مع التطوع بدأت في 2014 مع بطولة كأس العالم لكرة اليد، وكان معمول في قطر بما أني مقيمة في دولة قطر. فكان لي الشرف أني أكون جزء من برنامج التطوع اللي كان موجود في الوقت ده، وبعدين توالت كل البطولات سواء كانت المحلية أو الدولية خارج قطر أو داخل دولة قطر، وبدأت بقى من التطوع حتى أصبحت عضو تنظيم في الفيفا. أكيد الشكل أو الرحلة بداية من كرة اليد وصولا لكرة القدم، بداية من تنظيم بطولة صغيرة والمشاركة في تنظيم بطولة بحجم كأس العالم اللي كل الناس قاعدة بتتابعها. أخدتي وقت قد إيه علشان نقدر نقول إن أنت تقدري تبقي موجودة في منصب زي اللي أنت فيه، أو تقدري تشاركي بفاعلية لغاية ما نقدر نكلمك ونسألك عن تفاصيل التنظيم؟ والله الوقت ما كانش طويل، لأن كان ليا النصيب والحظ إني أكون موجودة هنا بقطر، وكانت خلاص هي وقعت إن هي هتبقى الدولة المضيفة لكأس العالم، فكانت كل الأحداث الرياضية متوالية في نفس البلد اللي أنا موجودة فيها. جه كأس العالم للأندية سنتين ورا بعض كانوا موجودين، كأس الخليج اتعملت نسخة كأس العرب اللي كانت موجودة كبروفا لكأس العالم، كان في بطولة العالم لكرة الشاطئ، كان في بطولة العالم لألعاب القوى، وكان في جزء كبير جدا من الأبطال المصريين زي البطلة بسام حميدة، البطل محمد سالم، العدائين ألعاب القوى. كان ليا النصيب ان انا اكون موجوده معاهم ومصاحبه للوفد المصري كمان في الوقت ده. فكان في بطولات رياضيه كتير كبروفا او ترتيب للوصول لكاس العالم 2022. عظيم. كون ان الفيفا تعتمدك من كعضو منظم، هل ده معناه ان احنا خرجنا من اطار العمل التطوعي وبقى ده شغل، ولا ما زلنا برضه في اطار العمل التطوعي؟ لا لا لا، أكيد طبعا العمل التطوعي موجود، أنا موجودة في عدة أنشطة تطوعية، بس في الوقت الحالي أنا عضو تنظيمي في الفيفا. طيب عظيم. طيب. طبعا عايزين نتكلم، يعني أنت قلتي إن أنت موجودة ومعاكي فريق من المتطوعين أكيد موجودين، عايزين نعرف عن كل المنظمين، يعني كلميني عن باقي المنظمين التانيين الموجودين في البطولة، مواقفهم أفكارهم عاملة إزاي؟ في البداية أنا كنت شغالة على البرنامج التطوعي، كنت واحدة من ضمن المنظمين اللي بيعملوا المقابلات الشخصية علشان يتم اختيار المتطوعين. اخترنا حوالي 25,000 متطوع، اتقدم أكثر من مليون شخص، كان في فلتر طبعا بيتعمل. وبعدين على أي أساس بقى بتختاروهم يا أسماء؟ هو صراحة أول حاجة اللغة، لانه لازم اللي يقدم او يشترك في البرنامج التطوعي لازم يكون عنده المهارات اللغويه عاليه، لازم اللغه تكون جيد جدا على الاقل. طبعا اذا بيتكلم لغه ثانيه غير الانجليزي دي ميزه. لازم يكون عنده الوقت التفرغ، لان احنا وقت بطوله كاس العالم محتاجين حد متفرغ، حتى الدوله بتدي اخلاء من العمل لو انت بتشتغل. محتاجين حد عنده مهارات التواصل تكون عاليه جدا، مش لازم قوي تكون حضرت انشطه او بطولات سابقه، لانه بيتم تدريب وتاهيل وتطوير اي حد متقدم للتطوع او للوظيفه. اكيد. فكره ان انت خريجه جامعه القاهره عندك دبلومه في الاداره الرياضيه، ده خلاكي او اهلك ان انت تكوني ضمن الفريق الرسمي لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ده ساعدك ان انت تستقبلي شخصيات اكيد يعني مهمه او شخصيات من طراز مختلف، مين الابرز وصفاتهم وبتتعاملي ازاي معاهم؟ كل واحد بيبقى له طريقه، ولا انتم معتمدين طريقه واحده للترحيب بالجميع؟ عايزه اقول لك انا كنت في قمه سعادتي امبارح، واهم شخصيه بالنسبه لي انا قابلتها امبارح كابتن حسن شحاته. اوه معلم.
كابتن حسن صحتك الموجود امبارح في الملعب، وكان ليا الشرف ان انا اشوفه، ومع انه ما كانش من الشخصيات اللي انا رايح اقابلها، بس كنت مبسوطه جدا ان انا اقابل حد مصري موجود. احنا مفتقدين والله. عمل التكليفات وحقيقه بجد كان الموقف حلو جدا، لان حسيت قد ايه بكون ان الشخص المصري ليه اهميته وليه تسريبته، وازاي يكون قاعد من ضمن ناس الدي اي دي وكل الناس مهتمه بيه. اكيد طبعا استقبلت عدد كبير جدا من الشخصيات، منهم اهم واشهر حكم دولي حكم في تاريخ المباريات كولينا، طبعا جينينا انفانتينو، باريس هيلتون، رونالدو، ميسي. اكيد كل الشخصيات دي بتكون موجوده من ضمن الشخصيات اللي موجوده في الفيفا واحنا بنستقبلهم. طيب دايما بيكون في ناس عندها افكار، هل ممكن تقبلوا افكار من المتطوعين، ولا هي الافكار بتاعت المراسم بتاعت الاستقبال وغيرها في التنظيم موضوعه واحنا بننفذ فقط هذه الافكار؟ اكيد لا طبعا، بس في كل حاجه ليها لجنه مختصه بده. اكيد في ناس بتبقى كده كده، هو في ناس موجوده مسؤوله عن التطوير، يعني في اوريدي لجنه مسؤوله عن الديفلوبمنت لوحدها، ليرنينج اند ديفلوبمنت، وبتسمع لافكار الناس وبتاخد برايهم. وفي افكار كثيره جدا من الافكار التنظيميه اللي موجوده كانت في البدايه فكره من اشخاص عاديين او اشخاص من المتطوعين. اكيد كل الشكر ليكي اسماء ناجح، المصريه المتطوعه في تنظيم بطوله كاس العالم بشكل معتمد من قبل الفيفا. كل الشكر ليكي، رفع راسنا وشايفين تنظيم اكثر من رائع.